مشكلة يا بيبي سلطة؟ هل تشعر بالعطش؟ مثلا اشرب هيا. ربما انت جائع. ما رأيك في سلطة برجر؟ يا حتى سلطة برجر لم يعجبك. ما رأيك في هذا؟ ارفع يا نجم. شمشون، هذا صحيح يا سبونج بوب، لقد عدت ولن تمنعني هذه المرة. ماذا؟ أصبح سبونج بوب رضيعاً لكن السلطة عاد إلى طبيعته. يبدو أن الجرعة الثانية لها مفعول الترياق. رشة واحدة تعني رضيعاً، رشتان تعني بالغاً. أما ثلاث رشات للرضيع وأربع رشات للبالغ. يا للحظ، نفد ما معي من غاز. سلطة، حفاظ لطيف. انتظر انتظر. نعم لقد فهم. معذرة، في أي ممر أعثر على هذا؟ مرهم الطحالب؟ لا، هذا شيء، هذا شيء القبيح كاره الرائحة. هل أنت تتحدث عن صغيري؟ مزعج. بودرة الرضع؟ قد يكون هذا ما أحتاج إليه. صديقي، هل هذا مصنوع من رضع صناعيين أم حقيقي؟ ستفي بودرة الرضع بالغرض، لن يفشل غاز الطفولة الآن. مثل جميع خططك التي لم تفشل من قبل. ما الأمر يا كارين؟ أقترح أن تختبر الغاز قبل أن تنطلق إلى هناك وكلك أمل. هذه فكرة رائعة، أعرف من الذي سأختبره عليه. شمشون، إياك أن تفعل. كارين، تحدثي إلي. لقد نجحت. عندما تصبحون رضعا ستظلون رضعا. لحظة انتصاري. ما هذا؟ مقزز، امركم بمنع هذا اللعاب فورا. انزلني من فضلك. توقف، انا شخص بالغ. لا اصدق هذا، وصفة سلطة برجر. انه يعض عليها. اعطني اياها ايها الصغير الاحمق. أكلتها. كما نأخذ الحلوى من الرضع. فهمت يا سلطة، كأنني أخذت منك الحلوى. ماذا تفعل؟ العبقري الشرير الصغير يحتاج حفاظا. مثل هذا الإزعاج يعكر مزاجي جدا. أنتما، أنا أريد بعض الهدوء. أريد بعض الهدوء، أريد الاستجمام. هل يمكنكما أن تعيشا سنكما الآن؟ حسنا، تصرفا كالأطفال طوال حياتكما، لا يهمني، وأنا سوف أعود لحياة الكبار. اخفضا صوتيكما. شفيء. انظر، إنه يغمغم ويسيل لعابه كالطفل. لا أعرف يا بسيط، إنه لا يبدو بخير، يجب أن يراه الطبيب.
هيا إن هذا رهيب. لا تخف يا سبونج بوب، سأصلح هذا. كيف حاله أيها الطبيب؟ صديقك لديه حالة تعرف في الطب بمصطلح الرأس بومبوم آيتس. لا داعي للقلق، سيتعافى مع مرور الوقت. يجب ألا يتلقى المزيد من الضربات على الرأس أو سيبقى على هذه الحالة بشكل دائم. اهتم به كما لو أنه طفلك الصغير، وسوف يكون على ما يرام. مهلا يا صغيري، مستعد لبعض المرح؟ وبيابا. حسنا يا شفوئي، الطعام جاهز. أين هو الصغير؟ كيف فعلت ذلك؟ تعال هنا حبيبي الصغير، المفترض أن نحمي رأسه، تتذكر؟ هيا يا صغيري، صنعت لك هذا، أرز الكريل مع صلصة الطحالب. افتح فمك يا شفوئي. هيا يا صغيري، يجب أن تتناول طعامك لتكبر. شاهد الطائرة وهي تهبط في الحظيرة. أحياناً يجب أن نفكر كأطفال. لحسن الحظ. انظر إلى هذا الوجه. حسناً، حان وقت المرح. هل تحب الألعاب؟ الألعاب هي أجمل شيء. كعكي 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 لذيذ، اخبز لنا أسرع كعكة. أهلاً، هل يعجبك هذا؟ يعجبه. حاول أنت. كعكي لذيذ. هذه اللعبة خطيرة. شفي. شفي، لا لا تقلق، سأنقذك. شفيئي، شفوئي، هل أنت بخير؟ يجب أن نحميه بشكل أفضل. تعال تعال يا شفيئي. شا لا تبكي، ستكون بخير. اطمئن، ربما سيهدأ بعد دقائق. أرجوك، ذلك الشيء ليس حتى حاسب الرسم، ضعيف. أوه كفى، كيف يمكنك النظر إلى طفلنا الصغير وتقول إنه ليس لطيفاً؟ اخترت اسماً له. حسناً، تريد أن تعرف الاسم؟ لا أريد. إنه تشيب، أسميته على اسم جدي. رائع، بدأنا في البكاء. هل أسكتيه من فضلك؟ اهدأ يا صغير. نعم هكذا، هذا أفضل لك. أوه كيف فعلت ذلك بسرعة؟ بسيطة، فقط كتبت 4445 على لوحة مفاتيحه. لا أفهم. لا يمكن أن يصبح أكثر إزعاجا. مرحبا. Nyang nyang nyang.
طائرة صغيرة أخبرتني أنكما والدان جديدان، لذا أحضرت هدية صغيرة للطفل. مرحبا يا صغيري. أوه، أظن تشيب الصغيرة يحبك. واضح أنه ليس الجهاز الأذكى في الصندوق. انظر يا تشيب، عمك سبونج بوب أحضر لك شيئا، عبوة من الهواء لتبقي أزرارك نظيفة. هكذا. هيا إلى والدتك. هذا هو، هيا أسرع. تمشي يا صغيري. تسمي هذا سيرا؟ هذا هو السير. هكذا تسير. هذا هو. فتى والدتي الكبير يترقى. هذا مقزز. نرى إذا كنا سنجد بعض الأصدقاء لصغير المميز. يجب أن تتفاعل مع شخص مرح. جرب هذه، لا تبدو خطيرة. احترس يا تشيب، هذه الوحوش كبيرة جداً. اخرج شيب، اخرج من هناك. هل تظن انه يمكنك فعل كل ما تريد لانك مراهق؟ انتظر حتى اخبر والدك. ماذا قلت لي الان؟ شيب أن اللعبة خطيرة، وهل تعرف ماذا قال لي؟ تحدث مع ابنك، أحتاج لتبريد دوائري. يا صاحبي، ماذا تفعل؟ كيف حالك؟ نعم أسمعك. إذن ماذا حدث في الممر؟ ماذا؟ أوقفت والدتك اللعبة على الرغم من أنك كنت تفوز؟ واضح أن والدتك لا تفهمك يا رجل، لكن لدي الحل المثالي لمشكلتك. اهرب من هنا. نعم، قلت اهرب من هنا. انطلق شاهد العالم. عليك أن تكون نفسك. هلا نخرج من هنا حالا. بسيط، إنها معجزة. هذا صحيح، لابد أن يراهم سريع. نعم، انتظر. انظر يا سريع، الصغار هنا. بهدوء، الصغار يحتاجون إلى يبدو أنهما أصبحا صديقين في النهاية. ليس بسرعة. تزداد البلدة عنفا كل يوم. طردها بعيدا. من سيرعى الديدان الصغيرة بعد أن تركتها الأم؟ حسنا، ربما يمكنك رعايتها. مستحيل يا بسيط، لم أرى سريع غضبا هكذا. سريع من؟ لا، يجب أن نبحث أنا وأنت عن منازل جديدة لكل هؤلاء الصغار. صح يا بسيط؟
بسيط. صباح الخير يا سيدتي، هل تريدين دودة؟ هذا الصفير، إنه صديقي عضلات. أهلا، ماذا تفعل؟ هل أعرفك؟ على الأرجح لا. لقد كنت أشتري بعض المقويات من هذا المتجر، أحاول تقوية عضلات صدري وظهري. فهم. أراك لاحقا. عضلات، ليس لدي الوقت، علي الذهاب وحراسة الشاطئ والرمال. كنت سأسألك إذا كنت تريد دودة من هذه الديدان. ديدان صغيرة؟ نعم، أنا مستعد لأخذها. حقا؟ نعم، لما لا؟ هذا ما نصحني به متخصص التغذية، بروتين حيواني. عضلات لا. هذه حركة رائعة. يسعدني أنكم بخير، والآن لنبحث لكم عن منازل كما وعدتكم. مرحبا سبونج بوب، أنا مستر سلطع، بحثت عنك في كل مكان، تأخرت عن العمل. ألو. أنا آسف يا سيدي، جئت في أسرع وقت. سبونج بوب، أمتأكد أنك بخير؟ آسف يا مستر سلطع، رزقت الدودة بالصغار ثم هربت، والآن أبحث لهم عن مكان. الصغار؟ نعم. دعني أرى. حقا؟ نعم، دعني أرى، أنا أحب الصغار. حسنا، لا بأس. تعالي أيتها الدودة. واو، يحبونك. أبعد هذه الكائنات عن مطعمي فورا. حسناً يا صغار، على الأقل ما زلتم معي. ما الأمر؟ أعرف هذا السائل في أي مكان، إنه سائل صغار ديدان المزارع النادرة، إنه من أندر الأنواع. حقا، هذه الديدان تساوي ثروة. هل قلت ثروة؟ 599، هذا صحيح، الكمية محدودة. هذه الديدان جميلة، استمتعي بمنزلك الجديد. أليست رائعة حقا؟ فكرة مدهشة يا مستر سلطة. حسنا، كما كانوا يقولون في الريف قديما يا فتى. ماذا قالوا؟ لا أدري، لم أذهب إلى الريف في حياتي. مفاجأة. أهلا يا أختي. خلتي سيدي. أوه، لم أتوقع حضوركن قبل الغد. أعرف كم تحبين بنات أختك، لذا أحضرتهن مبكراً. سبونج بوب، هذه أختي روز وبناتها الثلاث. هذه هي ماكيدما، مرحباً بك. هازينات، مرحباً. وبيبستاشيو، مرحباً. بنات، هذا صديق سبونج بوب. يا لهن من ملائكة صغار. نعم، ملائكة يجب أن أسرع. الحرية! لقد وصلنا مبكراً، لم أنتهي من هديتهن. لا تقلقي رأسك الجميل، سأراقب الفتيات حتى تنتهي. شكراً يا سبونج بوب، لكن يجب أن أخبرك بشأن مجالستهن. أعرف القليل عن مجالسة الأطفال يا ساندي. عذراً. ستبقين مع العم سبونج بوب. وقت القصة.
ذهبية ودببة البحر. الفصل الأول، اقتحام. اهدأ قليلا، لا تهدر أنفاسك. لا نحب القراءة، لكننا نفضل المصارعة. مباراة مصارعة. ترفقنا بي يا فتيات، اتفقنا؟ لماذا لا تتجول مع الفتيات؟ فكرة جيدة. سوف أخذهن إلى أفضل مكان في قاع الهامور. مقرمشة سلطة. مستر سلطة، هؤلاء بنات أختي ساندي. أوه، بنات أختها. وما الذي أحضر العملاء اللطفاء إلى قاع الهامور؟ نزور الخلة ساندي ونريد أن نقدم الطعام. مطعم كهذا لابد أنه خمل بالليل. استمرن. لا حقا، استمرن. وهذا زميلي في العمل، صديقي شفي. أطفال صغار بل كبار. هذا الشخص غير سعيد، انظر إلى وجهه، سينشر المرض في أرجاء المكان. تفضل، ثلاث شطائر لكن. هل يمكنك التوقف عن اللعب وصنع سلطة برجر؟ أنا في كل مكان. أنتما الاثنين سخيفان. أنت أسوأ عدو لنفسك. سبونج بوب، من الآن قم بالمجالسة بعيدا عن المحل. وسيد شفيق، ارتدي مثل سبونج بوب هنا. كي تدرب جاروان يجب أن تفكر مثله. هم 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 هم. دورك. هيا. حسناً يا سبونج بوب، بعد عدة ساعات شاقة من التدريب الجراء جاهزة. اسمح لي أن أقدمهم. هذا جرو التدمير. الجرو البهلوان. الجروان التوامان. وبالطبع جرو الكوميديا المالح. هل هذه خطة لسرقة الوصفة السرية؟ بالطبع هي كذلك، ولا يمكنك فعل شيء في ذلك. لن تفلت بهذا يا شمشون. أوه، لكني سأفلت بهذا يا شمشون. أعني سبونج بوب، اسمح لي أن أشرح. أولاً سنحتاج إلهاء داخل مقرمشة سلطة، وهذا دور الجروان التوامان لطيفان. بعيداً عن أعين سلطة الساهرة، الجرو البهلوان سيبدأ تسلله. بمجرد أن يدخل الجرو البهلوان إلى مكتب سلطة، سيفتح النافذة لجرو التدمير، ثم جرو التدمير سيفجر الخزينة ويفتحها. ومع فتح الخزينة ستكون الوصفة لي. وأخيرا فقط للمتعة، جرو الكوميديا سيضيف القليل من الفكاهة. هذا لن ينجح.
لكنه نجح بالفعل. ماذا تظن أن الجراء كانت تفعل كل هذا الوقت؟ الآن سأفتح جائزتي. كارين عزيزتي. شمشون، ألا تتعلم؟ لن تحصل أبداً على الوصفة. هيا يا سبونج بوب، ربما نصل إلى اتفاق. سأعطيك 10% من أرباح شطائري، موافق؟ آسف يا شمشون، لم تترك لي خياراً. أظن أن هذه تخص. أنت فتى جيد، لك مكافأة. أهلا، ابتعد عني. ماذا؟ ابتعد. إعادة التشغيل اكتملت. أوه، المزيد من الجراء لي. أوه شيلدن، أنا سعيدة جدا. انتظر يا جارو. يا جارو. لطيف، تحميل زائد. يا وشاق آخر. بسيط، كم تسعدني عودتك بعد يوم عمل طويل أتطلع لراحتي. كان اليوم مرهقا، أريد مقعد. بسيط، أنا حقا في حاجة. غدا بالتأكيد. غدا بالتأكيد. بسيط، ستحصل عليها في النهاية. في النهاية. بسيط نجم، يجب أن نتحدث. أمهلني دقيقة واحدة. لا علي، تطلب مني دقيقة أخرى. مشهد جوز الهند. لم تقضي أي وقت مع الصغير، عقدنا اتفاقا ولم تفي بواجباتك. لا تفعل أي شيء. أغير الحفاظات. نعم مرة. إنه صغير الحجم، كم حفاظا يمكنه أن يستخدم؟ هذا ليس كثيرا. ليكن. لم أكن أعرف أي نوع من الآباء أنا. يجب أن أعوضك يا فتى، أعدك. إذن ما هي خطتك اليوم؟ لن ألهو مطلقاً. من الآن فصاعداً أنا الأب المثالي. سأعمل في وقت الغداء حتى أعود مبكراً. سأتولى أنا تغيير الحفاظ كريه الرائحة اليوم، وستحصل على بقية اليوم راحة. رائع، إذن أراك في السادسة. 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 الثانية عشرة منتصف الليل. حقا كان حفلا رائعا. هيا سبونج بوب يا صغير. ماذا؟ ماذا؟ لا شيء. تم أنتني. للحظة تصورت أنك غاضب مني. تتذكر ما قلته لي في الصباح؟ شيء ما يتعلق بالمشروبات؟ لا. انتظر، دعني أخمن. أستسلم. أتتذكر، ستأخذ بقية اليوم راحة يا فتى. لا أحتاج هذا. ماذا؟ إلى أين تذهب أنت؟ سأعود إلى العمل. العمل؟ أصيب في رأسه بثمرتي جوز الهند. إذن هذا هو العمل؟ الأمر ليس سهلاً كما يبدو. أحياناً أحرك الهوائي وأفقد جهاز التحكم عن بعد، وأحياناً أشعر بحكة مؤلمة في ظهري. أيها الفتى المسكين، بالمناسبة لقد نسيت حقيبتك.
هكذا تشكرني على عمل ساعات إضافية؟ أي إضافية؟ نعم ساعات إضافية. أنت لا تعرف كم هو مرهق هذا العمل. أعمل وأعمل 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 وأعمل. أنت لا تفهم. ها هو الصوت المزعج من جديد. ليس صوتا مزعجا، إنه الصغير على وشك القفز من الدور الثاني. أوه الصغير، سأنقذك. لا تقفز، لا تقفز أرجوك. سأنقذك، سأنقذك، سأنقذك. لا تقفز، لا تقفز. هل أمسكته؟ لا، نحن أبوان سيئان. الصغير إنه يطير. يبدو أنه قد كبر بالفعل. ماذا عن والدك؟ هذا ولدي. إلى اللقاء. إلى اللقاء يا صغير.